تمثل بذلك 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن، والبحث حديث، الله أكبر، موسوعة علمية ضخمة جدا. إلا أنه الدماغ له قشرة، هذه القشرة فيها مراكز دقيقة جدا، منها الذاكرة. الإنسان في عنده بذاكرته 70 مليار صورة، 70 مليار صورة مخزنة تخزين دقيق جدا، الأهم فالأهم. فالإنسان ذاكرته، لولا الذاكرة ما في حياة إطلاقا. بعرف شخص يعني كان ببلدنا بالشام، وكان يحتل منصب رفيع جدا جدا جدا، آخر حياته يخرج من بيته ما يرجع، فقد ذاكرته، الله، فقد ذاكرته، فقد كل شيء. يعني الله عز وجل أعطانا ذاكرة، لكن من نعم الله أيضا النسيان. لو كان في موقف غير معقول الإنسان يتألم منه، يمكن يتألم منه أسبوع بعد ذلك ينساه، والنسيان نعمة. فالتذكر نعمة والنسيان نعمة، في توازن، في توافق، في حكم بالغة. الله عز وجل حكيم، يعني حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا عرفه سعد بقربه، وهذه السعادة استمرت، لأنه الإنسان حياته تشبه خط بياني صاعد. بيكون طفل صغير بيتحرك، بيمشي، بيتكلم، بيقول بابا مثلاً، بيدخل حضانة، بيدخل ابتدائي، إعدادي، ثانوي، بياخذ ليسانس بالجامعة، بيتعين مدرس فرضاً، بيشتري بيت، بيتزوج، خط صاعد، يأتي الموت للصفر، فقد كل شيء، الأهل والأولاد والزوجة والبيت والمركز الاجتماعي والمركبة الفارهة، فقد كل شيء. إلا المؤمن خطه البياني صاعد، صعود مستمر، والموت نقطة على هذا الخط الصاعد. لذلك كل نفس ذائقة الموت، النفس لا تموت، النفس تذوق الموت ولا تموت. فالبطولة أن نعد لهذه الحياة الأبدية، وأن نسعى لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على